السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي موضوع خفيف إن شاء الله نفيدوا به خوتنا المربيين. راح نتكلم على الأنثى خوتي عندما تبدأ في بناء العش ولا في موسم التزاوج على كل حال. نلاحظ هناك اختلاف في بعض الأزواج. هناك إناث اللي تبني العش مباشرة خوتي وتحط لنا البيض كما كنت لاحظوا الله يبارك ما شاء الله. وهناك خوتي بعض الإناث اللي تبني لك العش وتهدي وتعاود تخرب العش وتبني عش آخر كما راكم تلاحظوا خوتي من هذه الأزواج. الأنثى هذه بنات عش واحد وفي الأخير خوتي عودت كسرت العش ديالها ولا خربت العش ديالها وراهي تبني في عش آخر. وهناك كذلك خوتي بعض الإناث اللي تبني العش ولكن تريح مدة طويلة خوتي ما تحطمناش البيض كما راكم تلاحظوا في الأنثى هذه داخل العش. هذه الأشياء خوتي عادي يصراو. إذا الأنثى خوتي قعدت مدة طويلة أسبوع كما رانا نلاحظوا هنا مع هذه كذلك مدة أسبوع مازال ما حطتش البيض. وهذه الأشياء خوتي على المربي لا يتقلق ولا شيء عادي يحدث خوتي في موسم الإنتاج. لأن وبكل بساطة خوتي أنت لماذا لم تبني العش كما ينبغي ولم تضع البيض؟ لأن العنقود تاع البيض لم يتركب بعد. لهذا الأنثى نجد الأنثى في بعض الأحيان تبني عش وتزيد عش آخر ولا تهدم عش هذا لأن عندها الوقت خوتي بكل بساطة عندها الوقت تبني زوج أعشاب. وأما الأنثى خوتي إذا كان عنقود البيض كما نقولوا بناته راح تحط لنا البيض خوتي راح تبني لنا العش في بضع ساعات. في بضع ساعات فقط تبني العش وتحط البيض. لهذا المربي لا يدخل الشك في اي شك من يقول ان الانثى ما هيش مرتاحه ولا صحيح لازم نوفر للانثى عش داخلي وكذلك عش خارجي اذا امكن باش نعطوا لها خوتي الراحه التامه باش تختار العش اللي يناسبها ونعطوها مواد تعزيز خوتي ونتركوها على حالها. ان شاء الله خوتي هذا الموضوع يكون افاد ولو قليل على المربيين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.